إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. عدنا والعود أحمد. إذن مرحبا بكم مغاربة العالم أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن. كنتواجدوا في مدينة مونبولي الفرنسية. مونبولي تقع في أقصى جنوب فرنسا. إذن مرحبا بكم جميعا، مرحبا بتعاليقكم ومرحبا بآرائكم. فغادي نناقشوا الموضوع ديال احترام لي ماسك او الكمامات الواقية واحترام التباعد الاجتماعي هنا بمدينة مونبولي. كما كتشوفوا الكل داير الماسك ديالو ومحترم التباعد الاجتماعي، يعني الناس كتمشى بكل حرية، لكن فقط الشرط الوحيد لي ماسك او الكمامة الواقية. فخليكم معنا جميعا مشاهدي قناة شوف تي في الأوفياء. أخوكم محمد طراف يحييكم مباشرة من فرنسا ومباشرة من مدينة مونبولي. غنديروا جولة، غادي نبداوها من هنا إن شاء الله، وغنساليوها في ساحة لا كوميدي. فمرحبا بكم جميعا مغاربة العالم. إذن مرحبا بكم جميعا. إذن فمونبولي معروفة بالجو ديالها الجميل جدا، فهي بدات كتخوى من السياح، كانت مكتظة في شهر 7 شهر 8. الآن بدأنا نتنفس الصعداء هنا بمدينة مونبولي، فبدات كتخوى شويه تزامنا مع الدخول المدرسي في جل الدول باوروبا. إذن مناظر جميلة جدا من هنا. إذن جولتنا لا زالت مستمرة مشاهدي قناة شوف تي في إن شاء الله، فخليكم معنا. إذا كنشوفوا هنا بزاف ديال لي درابو، ربما هي فقط رايات للاتحاد الأوروبي، جميع الدول الاتحاد الأوروبي هنا.
اذا غادي نواصلوا الجوله ديالنا باتجاه ساحه لا كوميدي، ساحه لا كوميدي اللي معروفه هنا في مدينه مونبولي. الوغ محسن بيل قال لك واش انت في جهه الكروم؟ نعم اخي انا في لا كروم، وغادي نمشيو ان شاء الله لساحه لا كوميدي. يعني رغم تصنيف مدينه مونبولي في لا زون روج، فتقريبا ما كانش عندنا كورونا في الايام الاخيره او في الاشهر الاخيره، لكن في الايام الاخيره بدينا كنعرفوا تصاعد مهول هنا بمدينه مونبولي في عدد الاصابات، لذلك صنفت في المنطقه الحمراء. يعني صراحه الكل داير الكمامات ديالو، و تيكونوا لابوليس كيدورو اللي ما دايرش الكمامه ديالو، فكيخلص 135 اورو كيفالون شحال 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 1350 ولا 1400 درهم مغربيه. ماتش عمر ان شاء الله خويا. ياسين كيقول لك طلع لباريس ولا موناكو تشوف الزحام. خو ياسين انت كتعرف مدينه مونبولي مدينه سياحيه، فما غاديش نعاود لك على الزحام اللي كان في شهر 7 وفي شهر 8 هنا، لان جميع السياح بجميع الدول الاوروبيه تقريبا المانيا ايطاليا بلجيكا، فالكل كيفضل يجي يقضي العطله ديالو الصيفيه هنا في جنوب فرنسا من ضمنهم مدينه مونبولي. كما كتشوفوا الوليدات الصغار تاهما خارجين كيلعبوا في البارك مع الوالدين ديالهم بكل حريه. بدر قال لك اجي عندنا الايطاليا ان شاء الله. زهرة الله يحفظ احبابنا امين، قلوبنا معكم ايضا هناك في المملكة المغربية. في الايام الاخيرة كنشوفوا ارتفاع مهول للاصابات، يعني يومين هذه كانت 2200 وكان رقم قياسي، فصراحة كنا نمني النفس بدخول الصيف بانخفاض عدد الإصابات، لكن كل يوم تقريبا كنتفاجئوا بالآلاف من الإصابات الجديدة والبؤر الجديدة أيضا. إذا بالنسبة للمشاهدين الكرام اللي عاد التحقوا بنا، كنتواجدوا بمدينة مونبولي الفرنسية، يعني بدينا الجولة ديالنا من المحطة ديال الترامواي وصولا إلى ساحة لا كوميدي، الساحة الشهيرة هنا بمدينة مونبولي الفرنسية. عمار الفيزازي مرحبا بك أخي الكريم، وتحياتي لكل مغاربة العالم سواء داخل أو خارج أرض الوطن. الو ابراهيم قالك معايش كيدخلوا بالليل. خويا ما كاينش وقت محدد معايش كيدخلوا بالليل، هناك بعض المحلات يعني كيسدوا بكل حريه، كاين بعض المطاعم اللي كيسدوا على ما اظن الوحده ديال الصباح.
إذن وصلنا إلى ساحة لا كوميدي مشاهدي قناة شوف تي في. كما كتشوفوا معنا أجواء جد رائعة هنا بمدينة مونبليو، بالضبط بساحة لا كوميدي أو ساحة الكوميديا. الوغ صباح كتقولنا واش باقي المرض فرنسا؟ اكيد الاخت صباح، ففي هذه الايام الاخيره فتقريبا كل يوم كاينه 9000 8000 7000 حاله يوميا، ورغم ارتفاع المهول للاصابات فتقريبا الحركه جد عاديه ما عدا الكمامات الواقيه. محمد ايت سعيد الله يحفظك اخويا من هذا الفيروس، حضي راسك. شكرا لك خويا محمد، الله يحفظنا كاملين مشاهدي قناه شوف تي في، والله يحفظ بلادنا المغرب وبلاد المسلمين وجميع البلدان من هذا الفيروس الفتاك. إذن غادي نكملوا الجولة ديالنا بساحة لا كوميدي. إذن مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدي قناة شوف تي في الأوفياء، هذا البث المباشر مباشرة من مدينة مونبولي ومباشرة من فرنسا. إذن فهاد الساحة هادي فهي معروفة، يعني كاين بزاف ديال الشباب وبزاف ديال المواهب كيجيو لهنا وكيفجروا المواهب ديالهم كما كتشوفوا معنا هاد الشباب هادو. فكما تنقولوا بحال عندنا في المغرب كيديروا الحلقة هنا في هاد الساحة هادي وكيبينوا على المواهب ديالهم مشاهدينا الكرام. تحياتي ليك بيشا، تحياتي ومودتي. محمد الكمامات ضروري لي ماسك، يعني تقريبا كل شيء عادي ما عدا الكمامات الواقيه او لي ماسك، يعني الحياه جد طبيعيه هنا في مدينه مونبولي الفرنسيه كما قلت لكم ما عدا الكمامات الواقيه. يعني كما كتشوفوا الريستورات عامرين، المقاهي عامرين، الترام عامرين ايضا. إذن جولتنا لا زالت مستمرة مشاهدي قناة شوف تي في الأوفياء. كما كتشوفوا معنا الكل ديال الكمامات ديالهم، فأي واحد
تيكون البوليس كيدورو في هذه البلاصه هذه في اي واحد ما دايرش الكمامه ديالو فهو كياخذ 135 اورو اللي كتساوي 1400 درهم تقريبا 1400 درهم مغربيه. يعني بالنسبه للحجر الصحي كيفاش دوزاته فرنسا، فالكل كان محترم الحجر الصحي، ففاش كنقول الكل فالكل كان محترم، كان الخروج فقط للتبضع الحاجيات اليوميه اللي كنحتاجوها فقط، فالكل كان محترم يعني لمده شهر ونص او شهرين من الحجر الصحي. يعني فاش تسالى الحجر الصحي، فاش تسالت كورونا او فاش نقصات كورونا، فالكل خرج بكل حريه لانهم احترموا التدابير الاحترازيه اللي اخذتها السلطات ديالهم هنا بدوله فرنسا. ففي هذه الايام الاخيره بدينا كنشوفوا ارتفاع في عدد الاصابات مره اخرى او من جديد. انا كنظن انه السبب الوحيد ديال هذا الارتفاع هما التوريست اللي كانوا جاوا هنا لفرنسا، وربما هما اللي نشروا هذا الفيروس اكثر واكثر. فمونبولي كانت خاليه تقريبا من الفيروس، ما كانش في لازون غوج، كانوا بعض المناطق في دوله فرنسا ككل، كانوا بعض المناطق فقط هما اللي كاينين في المنطقه الحمراء. ففي هذه الايام الاخيره ولينا كنشوفوا بزاف رجعوا للمنطقه الحمراء، ومن ضمنهم مدينه مونبولي والنواحي، وهذا راجع الى السياح اللي كانوا هنا. فمدينه مونبولي كانت مكتظه تقريبا شهر 7 وشهر 8، فالله يدير الخير إن شاء الله. إذن مازال غادي نكملوا الجولة ديالنا، جولتنا لا زالت مستمرة مشاهدي قناة شوف تيفي الأوفياء. دائما كنتواجدوا بمدينة مونبولي الفرنسية، كنتواجدوا بالضبط بساحة لا كوميدي أو ساحة الكوميديا، هذا الاسم ديالها سميت بساحة لا كوميدي لأن بزاف ديال الناس كما قلت لكم كيجيو يديروا سوا لا كوميدي سوا كيوريو الامكانيات ديالهم في مجال الغناء في مجال الرياضه وفي جميع دول المتنفس المواهب ديالهم في هذه الساحه هذه. فهي شبيهه بساحه جامع الفناء بمدينه مراكش وساحه الهديم بمدينه مكه والناس عاصمه المولى اسماعيل. إذن مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تيفي، شكرا على حسن المتابعة، شكرا على وفائكم الدائم لقناة شوف تيفي. فقناة شوف تيفي قناتكم أنتم مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن، ونحن هنا من أجلكم. حلقتنا بلغت إلى نهايتها، لم يتبقى لي للختام إلا أن أشكركم جميعا مشاهدينا الأوفياء. أخوكم محمد طراف يحييكم مباشرة من مدينة مونبولي الفرنسية. نلتقي إن شاء الله في موضوع آخر، ربما مكان آخر. إلى ذلك الحين أستودعكم الله مشاهدينا الكرام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.